في بالكم هذا مفتاح، وكما جيش المفتاح هذايا رانا من غير بيبان. تخيلوا كان جينا عايشين من غير مفاتح، كما جيش المفتاح رانا ما فهمش ديار، ما فهمش بنوك، ما فهمش الحبوسات. ونزيدكم زيادة، في دقيقة من زمان تنجم تصنع مفتاح كيف ما هكا. تكنولوجيا، الحداثة، مرحبا بكم في دقيقة من زمان. سينما اهلا وسهلا الناس الكل، اسمي مطاع مداني ومرحبا بكم في الشان يوتيوب متاعي. كان جديد في الشان سبسكرايب وانزل عناقود، سبسكرايب وانزل عناقود باش ما يفوتك حتى فيديو. قبل ما نبدا عيدكم مبروك الناس الكل وسنين دايمه، وللعباد اللي ما عندها حتى علاقه بالدين الاسلامي ان شاء الله نهاراتكم الكل اعياد. دونك اليوم في دقيقه من زمان باش نجاوبوا على السؤال، اما خير نشري تليفون جديد الكاميرا متاعه قويه وبيان نشري كاميرا بالزوبجيكتيف متاعها؟ دونك نعمروا دقيقه من زمان توب كرونو. Essentiellement, quand tu veux avoir une présence digitale à Instagram, Facebook, LinkedIn, لازمك تتصور وتهبط تصور هذوما، سوا ستوريات سوا دي بوست، وتعمل لهم دي رياكت وتعمل كابشنز. دونك سوا تبدا صحاب انت وانسان مغروم بالفوتوغرافي وتقعد تمعس فيه كل ويكاند، هاي نتصور وهاي نتصور وهاي نتصور، او بيان اثريعك يا علاف وتصدم على دومين الفوتوغرافي وتتعلمه وحدك. دونك لهنا باش تلقى روحك ما بين دو شوا، يا اما تشري تليفون يا اما تشري كاميرا. كلمه خير في التليفونات اللي التليفونات التاي نتاعهم صغير. دونك ايماجين انت في ريستوران تحب تصور، هبطت بيتزا برينا تحب تصورها، تقوم هكا تجبد الكاميرا تركب لها الاوبجيكتيف، تعمل هكا تصور التصويره الاولى، او جات ضوها خايب، او تعاود تصور تعاود تبدل الاوبجيكتيف ماهوش هو دونك قرب لها. الوغ كو بالتليفون سي بلو براتيك، سي بلو فاسيل انك تجبد جوست التليفون تحل الكاميرا اوبتيميم، تنجم تصور توا بالانستغرام ولا سناب شات ديريكتومون تهبطها. وثاني كلمه خير في التليفونات اللي هما لي كابتور نتاعهم ماشيين ويتطوروا، وخلطنا للتكنولوجي نتاع التليفونات اللي الكاليتي ديماج نتاعهم ولات بريسك هي والكاميرا. دونك توا كي تاخذ 12 برو ولا الاس 21 تلقى روحك تصور في تصور من عجب، وانت ما عندك في السوق ما تذوق، يعني تلقى روحك تعمل في تصور باهين. دونك انت جوست قاعد تلوج على اللونج الصحيحه اللي باش تخرج بها التصويره الباهيه. لكن انت توا تحب تنجز للنيكست ليفل في الفوتوغرافي وتعمل الباج المشهوره فلان بن فلان فوتوغراف، دونك وقتها لازمك تاخذ كاميرا، وباش تلقى روحك تعمل في برشا حاجات اللي التليفونات ما كانوش يخليوك تعملهم. باش تولي عندك حريه اكثر في لي بارامتر نتاع التصويره نتاعك، باش تولي تمس في لي زو، باش تولي تمس في الابرتشر، باش تولي تمس في الشاتر سبيد، باش تولي تمس في معناها اوبجيكتيف ديستانس فوكال. دونك فما موند واخر باش تدخل له اون كونتر بارتي، باش تلقى روحك تنجم تتحكم في الضوء، في الالوان، ميم اكل الفلو اللي من تالي تنجم تتحكم في الكونتيتي نتاعو. اون بلوس الفلو اللي تعملو الكاميرا ديما خير من الفلو اللي يعملو التليفون، خاطر الكاميرا عندها دي كابتور نتاع ديبث اوف فيلد اكبر ومتطورين اكثر من لي كابتور اللي موجودين في التليفونات. وكي تشري كاميرا وتلقى روحك دخلت لليفل الجديد هذا نتاع الفوتوغرافي، باش تلقى روحك ديباسيت نيفو بريزونس ديجيتال، وتولي ما عادش جوست تمشي للريستوران باش تاكل بيتزا، تولي غيرمون تمشي للريستوران باش تصور البيتزا وتبدا وبعد هكا الفوتوغراف متعدي. لكن ما نحبش نقص لك شريط الاحلام الورديه اللي بدات ترسم لك في مخك، مي الاكثريه في تونس لي فوتوغراف راهو يخدموا في العروسات، دونك هذاك هو الواقع نتاعنا. دونك لا بون فورمول اللي نقترحها انك تشري تليفون بيرفورمون، تشري تليفون جديد او ميم طون يكون عندك هكا صاحبك فوتوغراف تقعد تمعز فيه كل جمعة. ذكروا قلوا إيه الويش ما جعولين لأصحاب سا تيما وبيجي مرجو بعضهم سا دقيقة من زمان متاعي وفات، أما أنت عندك دقيقة من زمان باش تابوني الشين وتكومنتي أحسن كومنتير فيك يا مصر، وتوري الفيديو هذي لصاحبك الفوتوغراف اللي نهار وطول وانت تمرش فيه باش يصورك وهو ما يحبش يصورك. أما أنا ما بقالي كامش نقولكم نشوفكم في دقيقة من زمان الجاية. سلام.